أول شيء وين نصك الثاني؟ فل؟ اشتقتي له؟ ما بتحكي ما بس بتغني بالأكاديمية؟ شو شو خبريني شو شو أعطيني شوية يعني أنت شو شو برأيك بهالبرفورمانس؟ أوكي حلو إيه حنان نمزح احنا شو بكي دغري اذا صار في بكي هلا لو بدنا هيك تبكي شو متضايقه بلا ما احكي حنان شيء ما بدي ضايقك انا عارفك انك متضايقه من جوا انا مش يعني مثل ما بيقولوا حط زيت على النار او زيت الهيدا بس بدي اقول لك اياهم بغير طريقه كتبهم انا هني شوي نيجاتيف بس رح اقول لك اياهم بطريقه سلسه انا بس بقى لي هيدي بيرفورمانس اسمها عيط مش مغنى يعني بس لانه كانت عاليه علي انا انا عارف انه عالي بس ما لك اوكي اكيد عالي عليك عالي على الكل عالي علينا كمان انا بدي اقوله انه في فرق بين واحد يغني طبقه عاليه بدون ما يعيط يعرف كيف يعلي ياخذ نوتات العاليه بدون ما يصير فيه هالنوع من العيط يعني توصل لمحل بغنيه بتنزعجي منها لانه فيها عيط المغنى العالي فيك تغنيه بدون عيط هذه هي تكنيك بيعلموك اياها هي موجوده يعني المفروض تعرفيها اكيد صرت بمحل شوي ادفانس بالاكاديميه لازم تكوني تعرفي كيف ما تعيطي تغني اوكي بين ضعفك بالمغنى الكنترول على الريجسترات العاليه يعني على التامبر العالي عندك على الريجستر العالي ما عندي كنترول عليه بعدك ضعيفة مش متمكنة منه بهيك مرحلة متقدمة من البروغرام أو من اللي أنت وصلتي له بهالأكاديمية عايب يكون عندنا هيك ضعف هالقد بالبرفورمانس يعني لازم يكون عندي كنترول كيف كنترول على النوتات الواطي لازم يكون عندي كنترول على النوتات العالية بذات شيء المرحلة وصلنا لها نحن بهذا اللي وصلنا له هلا بهالسيزون انه الكنترول الواطي والعالي لازم يكون تقريبا عندنا ذات الكنترول عليهم، ذات طريقه المغنى، ذات التكنيك، تكنيك متمرس شوي، ما عندك اياها، بينتي انك يعني في لاك بعد في عندك شيء ناقص بالاداء تبعك، بده شغل. ما اذا بعد بتلحقي بهالسنه. اكثر من هيك ما فيني اقول لك، يعني اذا كل هذا الشيء ببين معنا كان باول بروجرام مش باخره، انت هلا بلشت تجتهدي بس غلط كان لازم اجتهادي يكون بلش قبل لتوصل لمرحله شوي ادفانس، انت هلا بالنسبه لي لازم تكوني باول بروجرام مش باخر بروجرام، هل انت فيه هلا هلا ركزتي وهذا الشيء ضدك ما انه معي، ركزتي بينتي انك عم تشتغلي على حالك، ثاني غنيه هلا بنشوفها رح مش علق عليها هلا رح علق عليها بعد شوي بس رح اقول لك انه بهي الغنيه العالي تبعي كتير كان عيط مش مغنى وكان في كتير نشاز ما بكذب عليك يعني لما ما بدي سيري كتير بدي خبرك الحقيقة في نشاز كتير كمية نشاز عالية ومش على النوتات العالية على النوتات الواطي يعني منك مرتاحة ليكي صعب تبلش البرايم انت او واحدة تغني كمان خلينا ناخذها فوتة المسرح اول شيء انت تغني كمان منا هينة على طول الفوتة اول شيء اول غنية بالشو بده يكون فيها التراك القوية والانزعاج واضح منك عم جربي تخبي عندك شغلة ما بحبها حنان كثير بتعمليها بدي اقول لك عنها كنت بيتين غني مبينة أكثر حلك عنها هلا هي عندك حركة بوجهك بتعمليها بصير هيك متفاجئة بتعملي بتفتح تمك مش حلوة كل وقت مش حلوة يعني جريماس مش مطلوبة منك ب
صار عندك مثل تيك يعني مثل ايه مثل ايه عادة. ايه. تبهي لا مش حلوة. اوكي. يعني بتنزع لك وجهك، بتنزع لك جمالك، ملامحك، خليكي ناتشرال بلا الجريماس كثير على وسبيشلي بالمغرب.